سليم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى. مشاهدين الكرام، نحن وإياكم في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. مشاهدين الكرام، كثير من المواضيع والمشاكل اللي يرسلوها أصحاب المشاكل على صفحة قناة كربلاء الفضائية على برنامج وتناجوا بالبر والتقوى، هدف أنه يحاولون إيجاد الحلول لمواضيعهم ومشاكلهم، وإحنا شاكرين للتواصل معنا بالبرنامج من خلال الاتصالات أو المشاركات. طبعا مشاهدينا الكرام، بالبداية أنا أحب أنوه أنه إحنا قبل قيامنا بالتصوير، طبعا مشاهدينا بالبرنامج، إحنا نتوجه بالزيارة بالإنابة عنكم والدعاء لكم بالخير إن شاء الله. كثيرة من المواضيع اللي تطرح من خلال البرنامج، وكثيرة من المواضيع اللي تبادرون بالسؤال حولها، خاصة باختيار شريك الحياة، وموضوع أساسي وجوهري الكثير إنه يبادر يتساءل عنه هو قضية وحدود تدخل الوالدين في اختيار شريك الحياة. الكثير من الشباب يتساءل ما هو حدود تدخل الوالد والوالدة في اختيار شريك الحياة. احنا نحاول من خلال البرنامج إنه ما يكون هناك تصادم بين ما يرغب للشاب باختيار شريكة الحياة، وأيضا مع احترام وتوافق الوالد والوالدة بخصوص اختيار شريكة الحياة. طبعا اليوم موضوع وصلنا من خلال البرنامج، صاحب الموضوع أشار إلى الحديث من خلال الشاشة، ونحاول نساعده من خلال طرحه في البرنامج، وموجودة هي على صفحة قناة كربلاء الفضائية على الفيسبوك، حيث يقول صاحب الموضوع، طبعا تلاحظون موجود على الفيسبوك: أكملت دراستي الجامعية وتوفقت بإكمال الدكتوراه ولي وظيفة محترمة، فحبي الكبير لوالدي وتشجيعه دفعني لإكمال الدراسة. توفي والدي قبل 3 سنوات وتكفلت أنا بالعائلة وأصبحت مسؤولا عنها. بعد وفاته فاتحتني والدتي بموضوع زواجي، فرحت بذلك كوني أود الارتباط بزميل لي في مجال عملي بما يوازي مستواي العلمي، لكني تفاجأت بقول أمي أنه أوصى بزواجي من ابنة عمي وأن والدي متفق مع عمي بهذا الأمر. صدمت بذلك، فهي ذات شهادة ابتدائية ولا تستطيع تفهمي. أريد شخصية توازي تفكيري. دافعت عن فكرتي، لكن والدتي تقول إنها وصيته ولا بد من تنفيذها، وخصوصا إنه الأب، وبرفضي سأكون عاقا لوالدي بعد موته، إضافة إلى الإحراجات مع عمي. لا أستطيع تصديق ذلك، كيف يجبرني على اختيارها؟ أنا لا أحبها كزوجة، أحبها كأخت لي ليس أكثر. لو أوصاني بعدم الزواج لالتزمت بذلك، ولا يجبرني على هذا الزواج. أنا محتار، لا أريد ظلم ابنة عمي، ولا أريد أظلم نفسي ولا الدخول في عقوق والدي بعد موته برفض وصيته. ماذا أفعل؟ ساعدوني. أمامكم مشاهدينا الحلول المقترحة لحلقة اليوم. الحل الأول: رفض الزواج منها. الحل الثاني: الموافقة على الزواج منها. الحل الثالث: مصارحة العم بعدم علمه بالاتفاق. إذن مشاهدينا، أنتم ويانا وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ظاهرة أسفل الشاشة، فأهلا وسهلا بكم. طبعا مشاهدينا، تلاحظون قضية اليوم، موضوع هذا الشاب ما شاء الله عليه، مستوى تعليمي وصل دكتوراه، وظيفة محترمة، لكن القضية أنه أكبر من هذا الموضوع، قضية اختيار شريكة الحياة اللي راح يستمر معها العمر كله. هو بين رغبته، ونلاحظ أنه عنده رغبة بشخصية زميلة إلى تكون توازي تكافئة بالمستوى العلمي والثقافي والفكري، لكن هناك حسب ما يقول وصية للوالد أنه أوصى أنه يتزوج ويرتبط بابنة عمه ذات الشهادة الأدنى اللي هي شهادة الابتدائية. بغض النظر عن أنه كثير من التعليقات اللي حاولت تساعد صاحب الموضوع، لكن قضية الاختيار شريكة الحياة، مدى تدخل الوالد والوالدة في الاعتراض أو القبول على شريك الحياة، وهل هم لهم الحق أنه يتدخلون ويختارون شريك الحياة للابن أو الابنة؟ هذه قضية ونقطة مهمة. إضافة لذلك، نلاحظ يقول أنه الوالد فاتح العم
باختيار ابنة العم لابنه بدون علم هذا الشاب ومفاتحته ومصارحته أنه أنا ناوي أخطب لك وتكون رفيقة حياتك المستقبلية بنت عمك بدون اتفاق مسبق مع الابن، أنه الوالد اعتبر نفسه أنه صاحب سلطة وصاحب حق أنه يختار الابنة اختيار الزواج. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة مشاهدينا أيضا أنه يقول هناك وصية، الوصية يا ترى؟ طبعا راح نتوقف مع فضيلة الشيخ خلال الحلقة حتى يتحدث عن حدود الوصية وهل هذا الاتفاق يعتبر وصية. إذن مشاهدينا احنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. حقيقة مشاهدينا الارتباط والزواج انه يكون الشخص لما يختار شخصية انه لابد انه يدرس الموضوع قبل ان يسرع باختيارها، لان هاي حياة مستمرة مع شريكة الحياة. لكن وفق اي نقاط راح يحدد اختياره لشريكة الحياة؟ هناك من يختار الجمال، هناك من يختار المستوى الثقافي والعلمي والفكري، هناك من يختار المستوى الاجتماعي، اختيارات عديدة تكون تبع لصاحب الموضوع وصاحب الاشتراك وصاحب اللي يكون يتوفق في اختيار شريكة الحياة. لكن النقطة الجوهرية والأساسية هي الدين والأخلاق. نستقبل أول اتصال، الأخ أبو علي من بابل، تفضل. ألو، للأسف انقطع اتصال الأخ أبو علي، وإحنا إن شاء الله يعاود الاتصال بنا ويحاول يساعد صاحب الموضوع باختيار أحد الحلول المقترحة لحلقة اليوم. والحل الأول كان هو رفض الزواج منها، الحل الثاني الموافقة على الزواج منها، الحل الثالث مصارحة العم بعدم علمه بالاتفاق. طبعا مشاهدينا تعليقات كثيرة كانت في الفيسبوك تحاول تساعد صاحب الموضوع بقضية اليوم، وإحنا وياكم من خلال صفحة قناة كربلاء الفضائية. طبعا لدينا اتصال. ألو، الأخ أسامة من محافظة كربلاء المقدسة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي برنامجكم الكريم وقناة كربلاء الفضائية، عودتنا على كل ما هو من شأنه الارتقاء بالمستوى الحياة الزوجية والأسرة وتطويرها وتنميتها. شكرا جزيلا لكم. شكرا لتصالحك. بالحقيقة أختي العزيزة أختار الخيار الثالث، هو مصارحة العم بعدم الاتفاق. إن شاء الله. أحب أنوه على فد قضية أو فد موضوع معين. أنه عفوا تفضل. تلاحظون انه مجتمعاتنا الحاليه ما زال هنالك موضوع النهوه وما شابه ذلك. نعم. وانه العم او ابن العم ينهي على بنت عمه او وهكذا امور. فلو نرجع الموضوع انه موضوع الاخ، لو تزوج ابنه عمه راح يكون هذا الموضوع غير متكافئ، يعني زواج غير متكافئ. والدين الاسلامي حقيقه والشرع، وانا ليس في محل انه او الفريضه او كذا، لا يسمح بالزواج الغير متكافئ. نعم. وما فائدة انه الاخ يتزوج بتعمه وهو زواج غير متكافئ؟ صحيح. ما راح يكون هذا الزواج ناجح. فندعو الى الزواج الناجح، وندعو انه الاخ حقيقة يصارح عمه ويتكلم وياه بكل موضوعية، وان شاء الله اللي بخير الله سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا لكم. شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم. اذا كان اتصال الاخ اسامة تطرق الى موضوع النهوة اللي يكونون ينهون على ابنة العم بالزواج. ايضا لدينا اتصال اخر. الو، من الديوانية، الاخ بسام من الديوانية، تفضل. نعم. تفضل، انت ويانا وبرنامج وتناجى وبالبر والتقوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بسام، حبذا توطي صوت التلفزيون حتى تسمعنا ونسمعكم بوضوح، نكون شاكرين لكم. الله يحفظكم. وطي صوت التلفزيون أخ بسام، أو ابتعد عن التلفزيون. تفضل أخ بسام. للأسف انقطع اتصال الأخ بسام. طبعا احنا نشكر جميع المتصلين والمتواصلين ويانا، لكن احب ننوه الى موضوع مهم. خلال الاتصال حبذا تبتعدون عن التلفزيون او توطون صوت التلفزيون حتى يكون الصوت واضح لنا ولكم. شكرا لتواصلكم مشاهدينا الكرام. طبعا كان اتصال الاخ اسامه تحدث عن موضوع النهوه، اللي نلاحظ البعض من العوائل البعض من العشائر انه تكون عندها اتجاه حول انه ينهون البنيه تتزوج الا ابن عمها، ابن عمها ينهي عنها انه ما ترتبط اي
الارتباط. للأسف هذا الموضوع بعيد جدا عن الدين. أما بالنسبة لاختيار شريكة الحياة، إنه لابد يكون هناك من الطرفين الزوج والزوجة أن يكون هناك بيناتهم توافق، يكون بيناتهم موافقة، ليس فقط يكون من جهة الشاب أو من جهة هي الشابة، لابد أن يكون هناك تكافؤ من قبل الطرفين. أيضا لدينا اتصال. ألو. 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 الأخت العزيزة أم فضل من ذي قارة فضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما الأخت العزيزة أم فضل تتواصلين ويانا. الله يخليك. الله يسلمك. رمضان كريم عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله على الجميع يا رب. طلعت على رسالة اليوم من هذا الإنجاز، رسالة واصل من الحمد لله والشكر الحمد لله. ألو. وصل مرحلة وتوفق والحمد لله، وظيفة محترمة، شهادة دكتوراه، لكن وكان بار أيضا ولا زال بار بوالده ووالدته، بدليل أنه دا يسأل أنه يخاف يدخل عقوق الوالدين. الوالد توفى لكن كانت هناك اتفاق مع العم بخصوص ارتباطه بابنة عمه، هو ما يريد يرتبط بها، يريد يرتبط بزميلة له توازي بالمستوى الفكري الثقافي العلمي. حتى لو أنه نريد ننوه إلى قضية التكافؤ إن شاء الله بعد الاتصال، نلاحظ هذا الشاب يرفض ارتباطه ببنت عمه لأنه شهادتها ابتدائية، صعب أن تتفاهم معه، لكن يحترمها كأخت تكون إله. ألو. للأسف انقطع اتصال الأخت العزيزة. أيضا اتصال من الأخ حسين من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخت العزيزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت العزيزة تتكلمين بخصوص النهوة، يعني العشائرية أو الدينية، هي أكو موجود نهوة عشائرية وأكو موجود نهوة دينية. نعم. حالتين، بس كل شيء فيه مستحب وواجب ومكروه ومندوب. نعم. النهوة حتى في بعض الأحيان تكون وجوب شرعي. نعم. يعني وجوب امتنع هذا الموقف، يعني بنت عمي وانا يعني مثلا العفو تنهي فقير حالي غريب عنده فلوس وساقط خلقا وخلقين بكذا من يسمع ويطيع عنا الا يعني متالفين، يعني مو شرط انه ان تكون حرام. العفو اخ حسين، تحدثت من الموقف عن انه كل مميزاته حرام، يعني ما هذا قصدي. ما أعرف شنو نوهت عن النهوة بالبداية، ما كان واضح الاتصال. كل شيء موجود بالحياة هي حرام وحلال ومستحب. نعم. ومكروه. نعم. يعني في بعض الأحيان أن تكون النهوة واجب شرعي على البشر أن يقوم به، على الإنسان أن يقوم به. نعم. إذا كان المتقدم إلى بنت عمي إنسان غير كفور، يعني بس تغري المادة، تغري عم المادة مثلا. نعم. إلى حق يعترض، إلى حق يعترض، ينصح البنت العام، ينصحهم. لا ليش انصحهم؟ مثلا انا خوش ادمي ومكون نفسي بس ضعيف ماديا وعمي ما يقبل الفديه، انا متعرف يعني. صحيح مثلاً. صحيح، لكن الى حق. شنو اللي حرام بهذا الشيء يعني؟ لا يجي غريب عنده فلوس عنده ماده ويتزوجها يعني، ليش يعني؟ إلى حق إنه يتدخل، إنه ينصحه، لكن إنه التكليف الشرعي فقط للوالد إنه يمنع أو يعترض الزواج. ابن العم ممكن ينصحه، العم ينصحه. لا ابن الحق ليش يعني حرام مثلا إذا رأيت بتعمه وبتعم رأيتني والوالد والدتي. إذا كان الطرفين أخ حسين، إذا كان الطرفين إنه واحد راضي بالثاني، هذا بعد أمر منتهين منه، ممكن الزواج، ما بيستحالة. نعم بس هي ما بيها شيء حرام مثلا. لا ليش حرام؟ يقول الشيء هذا حرام قطعا يعني. لا ما بي حرام، ما طول البنية والولد انه متوافقين وبموافقة الوالد ولي امر هذه البنت انه ممكن يكون الزواج. هذا ما يدخل ضمن النهوة، النهوة انه يعترض على زواج بنت عمه من اي شخص ثاني. لاجل سبب معين يعترض يعني، لاجل سبب معين يعترض يعني، انه بصورة عامة توجد بها اشياء حلال يعني لك عم يقول شيء حرام. الحرام انه يكون هو المسيطر، هو اللي يكون ما له حق انه يتدخل. احنا سابقا تحدثنا حتى بحلقات سابقه بخصوص البنت انه يكون ولي امرها والدها او الجد للاب، يتدخل انه يوافق او يرفض. اي طرف ثاني اذا كان يحب انه ينصحها، ما له حق انه يتدخل 100% ويمنعها مثل فرض الوالد. له حق الجد للاب، له حق. لا اخت العزيزه، لا اخت العزيزه، له حق يتدخل 100%. 100%.
يتدخل اخ حسين امر دينه ويتحدى اي شخص يذكر له هذا الشيء حرام او دليل شرعي. اخ حسين اخ حسين اي فتوى من اي مرجع بقى نهز العمل ما تدخل ابنك حرام. اخ حسين اخ حسين هو بنت عمي ووالدها يطيها الله حطها خلقا وخلقيا وانا اجدر بيها مثلا. نعم وهي موافقه عليك؟ مثلا موافقه علي ومثلا عارف الماديه ضعيفه ويجي واحد عنده فلوس او عنده ماده قويه مو شرط وابن العم لا هذا يرجع لك كل اللي هو حرام. اخ حسين في بعض الاحيان حرام لا في بعض الاحيان وجوب شرعي واذا ما قم بالنهوه فتحرم يعني يحرم الانسان نفسيته. اخ حسين اذا كان مثل حضرتك تريد تتقدم لبنت عمك وانت لك رغبه وتحترمها وتحبها، هي موافقه عليك ام لا؟ نعم مثلا موافقه علي واجا واحد موافقه اذا هي موافقه انتهى الامر يعني ممكن تتقدم، لكن اذا هي ما تكون عندها رغبه ان تعيش معك لها حق هذا الامر. يا اخوي انا ما كان وطلطه نفس الشيء، انا واحد بشار وطلطه لا من شار ولا مدري، قلت على المره مثلا غير انسان ساقط عنده شيء سالفة سياره حديثه في شنو الموضوع يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. نشكر اتصالكم اخونا الكريم اخ حسين، بارك الله بكم. طبعا وجهه نظره انه خوفه على بنت عمه ورغبته لبنت عمه وكيف انه ممكن يدافع عن بنت عمه وعن حبه ربما، لكن احنا نريد نوجه يعني من خلال اتصال الاخ العزيز حسين ومن خلال جميع المشاهدين انه الحق الشرعي الوكيل يكون للفتاه هو والدها، هذا امر الله سبحانه وتعالى شرعا الوالد هو الى الحق بالرفض او الموافقه إضافة إلى موافقة الفتاة نفسها، وإذا كان الوالد مو موجود متوفي إنه يكون الحق للجد للأب إنه يعترض أو يوافق، أما بقية الأطراف حتى إحنا عندنا بالعادات والتقاليد إنه موافقة الأخ، نعم من باب النصح والإرشاد ممكن يتدخل الأخ يرفض الزواج أو يوافق على الزواج، لكن ما ممكن إنه يقيد هذه الفتاة بزواج معين، أيضاً لدينا اتصال من العزيزة أم فضل عاودة الاتصال بنا، ألو. الله يخليكم قطع الاتصال اختي العزيزه. يسعدنا تواصلكم، الله يعزكم ان شاء الله، الله يخليكم. الله يخليك، طبعا انا اعترف ويا الاخ المتصل السابق حسين من بغداد. يعني هو جاي ما ادري يعني خرج عن الموضوع، هو الموضوع الشاب انه الاب خاصية الشاب انه هو يتزوج بنت عمه. أنا ما أعرف يعني بالحدود الشرعية للوصية، بس حسب معلوماتي إن الوصية من ضمن حدود الوصية إنه تكون إن الزواج يقرر على الشاب. نعم وما صحيح. ما شاء الله عليه واصل مرحلة الدكتورة وما شاء الله الدكتورة، فأنا ضد إنه شاب أو شابة تتزوج شخص أقل من مستوى الاجتماعي مستوى الدراسي، بس هاي الفكرة لأن تأتين بالمستوى مستقبلا في المستقبل راح تظهر عقبات هذا الموضوع. صحيح تظهر بسنه بسنتين ما دام هي ما واصله مرحله يعني مثل ما قلت واصله مرحله ابتدائيه. نعم يعني شلون راح تتناسب وياه تتناسب ويا افكاره هو ماخذ شهاده الدكتوراه. نعم وهذا الزواج راح اضافه الى الانطباع الانطباع الان لديه انه بنت عمه مستواها ابتدائيه، ربما تكون ثقافه عامه عندها، لكن هو عنده انطباع عنها الان انه شهادتها دون شهادته. اختي هو رجال ما مقتنع من اول مره ما مقتنع مستواها الدراسي، فحتى اذا وافق امه ما يخلف راي امه، بعدين ورا كل سنه راح يشوف انه هذا الزواج راح يكون زواج فاشل. والافضل من خلال هاي الحلول اللي انت فيها ثلاث حلول اللي نعم لا يرفض الزواج ولا يوافق على الزواج وانما يصارح عمه بصوره سلميه ويرضى عنه نفس الوقت راح يرضى ابوه هو بقدر الله يرحمه ان شاء الله. وانا افضل ان يكون الاختيار الثالث لان هذا الزواج راح يكون زواج فاشل وما مبني على اسس ولا مبني على توافق بين الطرفين. ان شاء الله، شكرا لاتصالكم اختي العزيزه ام فضل، بارك الله بكم. لازلنا واياكم مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام التي تظهر اسفل الشاشه، ولدينا اتصال من الاخت فاطمه من كربلاء المقدسه. الو مساء الخير. مساء الانوار. الو تفضلي اخت فاطمه علي صوتك. عفوا انت ويانا وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى، سمعتي موضوع الحلقه؟ نعم اختي
لي من الناس اللي يعني الناس اللي مروا بهذه التجربة إنه قدم لي ابن عمك هذا التراب. تجربة مشابهة لهذه التجربة، تزوجتي شخص إنه شهادة أعلى من شهادتك؟ نعم. نعم؟ للأسف انقطع اتصال الأخت العزيزة فاطمة، طبعا للأسف كان صوتها بعيد وكانت تجربتها مشابهة لهذه التجربة، إن شاء الله تعود الاتصال بنا مرة ثانية. مشاهدينا لازلنا وإياكم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، لكن قبل هذا نحاول أنه نتوجه على الفيسبوك. أيضا لدينا اتصال مشاهدينا. ألو ألو، تفضل أخ وعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ وعد، أنت ويانا وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى. ألو، للأسف انقطع اتصال الأخ وعد. نحاول الآن مشاهدينا نرجع على الفيسبوك وتعليقات الموجودة على الفيسبوك. التعليقات أمامكم مشاهدينا من خلال صفحة قناة كربلاء الفضائية، هناك تعليقات حولت ساعة صاحب الموضوع باختيار الحل الأول أو الثاني أو الثالث، وربما وجهات نظر مختلفة للمعلقين من خلال صفحة قناة كربلاء الفضائية. تعليق يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية مثل هذه ليست صحيحة، كون الوصية خاصة بما يقع ضمن ممتلكات ومستحقات الوالد، فليس له الحق بمثل هذه الوصية، يمكن أن تكون نصيحة أو إرشاد لا أكثر. أما بالنسبة لك يا أخي، لا تكن مغرورا لهذا الحد، كونك صاحب شهادة عالية وابنة عمك شهادتها ابتدائية، اعتبرها لا تصلح كزوجة لك. الخيار الثالث فيه الخير. إن أضفتم له سؤال المرجع الديني الذي يقلده هذا البار لوالديه بخصوص هذه المسألة ليطمئن قلبه وفقكم الله. تعليق جميل من الأخ طاهر، كان إنه حاول إنه يفهم إنه هذه ليست وصية، الوصية راح تكون للميت بحقوق إنه تخص ممتلكاته، تخص أملاكه، ممكن أن يوصي. وحتى إن شاء الله إحنا راح نتوقف مع فضيلة الشيخ يتحدث مشكورا عن حدود الوصية وكيف إنه يمكن الولد أن يكون بار بوالده، وهل تعتبر هذه وصية نافذة لهذا الشاب إن شاء الله. طبعا التفاتي أيضا جميلا من قبل الأخ اللي حاول يساعد صاحب الموضوع، قال إنه هذا الأمر بالنسبة إلى نظرته إلى بنت العم إنه صاحبة شهادة ابتدائية أقل، إنه حاول ينوه إنه لا يصيب الغرور إنه صاحب شهادة دكتوراه وبنت عمه شهادتها ابتدائية، لربما تكون صاحبة الشهادة الابتدائية ذات وعي وإدراك أكثر من صاحبة الشهادات العليا، هذا تتبع التربية والسلوك وغيرها. لكن بنقطة اليوم هناك لابد يكون توافق بين هذا الشاب وبين من يرغب بالارتباط بها. أيضا تعليق ثاني، الجواب الأحسن أن يصارح عمه وهو اختيار الثالث. أيضا التعليقات مستمرة على الفيسبوك، الزواج ليس يوم أو يومين، إنما هي حياة بطولها وعرضها، الزواج بهذا الشكل يسبب ظلم للطرفين، الوصية ليست ملزمة لأن المتوفى لم يوصي بشيء يملكه ولا يوجد عقوق في هذا الموضوع. أيضا مشاهدينا نلاحظ أنه صاحب الموضوع حاول يركز على قضية مهمة، وهو أنه ما يكون رفض لهذا الاختيار يدخل العقوق مع والده. جميل أنه بار بوالده، بار بوالدته اللي تتحدث معه، لكن الوالدة عندها قضية أنه نقطة أساسية أنه إذا ابني ما تزوج وفق وصية وبما كان اتفاق الوالد تعتبره أنه عق والده بعد وفاته. أيضا مشاهدينا التعليقات مستمرة، الشرع يسمح له بحق الاختيار، لذلك له الحق برفض هذا الزواج، لكن يستحب له أن يستخدم وسيلة لإرضاء أمه، أما أبيه ليس هناك مسوغ لتطبيق وصيته ولا يكون عاقا. أيضا أكدوا أنه ما بها عقوق للوالد بعد وفاته وإلى حق باختيار شريكة الحياة، الشرع يسمح له بحق الاختيار. الشرع كثير التعليقات حاولت أنه تبين أنه الشرع يسمح له بحق الاختيار وهو غير ملزم بالموافقة على اتفاق والده، لكنه هو إلى نقطة مهمة جدا وهو عدم التصادم مع الوالدة، كيفية التعامل مع الوالدة. إن شاء الله احنا نحاول نتحدث خلال الحلقة كيف ممكن أنه يتحدث مع والدته وكيف ممكن أن يقنعها. إضافة لذلك مشاهدينا، هي في حالة وجود الأب والأم على قيد الحياة،
الابن من يختار شريكة حياة انه شخصية بعد ان يدرس هذه الشخصية ويتعرف عليها ويعرف انه ميزاتها وممكن انه يتوافق وياها، انه يطرح الموضوع على الوالد او الوالدة وكليهما ممكن، او ربما تكون مبادرة من الوالدة محبة لابنها انه تختار شريكة حياة لابنها، ممكن هذا، لكن يكون وفق صيغة، وفق أنه يكون دراسة معينة يعرف هذه الشخصية، بعد ذلك ممكن الموافقة أو الاعتراض. لكن لما يطرح الولد الشاب على والدته أنه قضية ارتباطه بشخصية وتكون الوالدة رافضة، طبعا نعاود الكلام بالموضوع بعد هذا الاتصال. ألو، الأخ من السماوات، تفضل. السلام عليكم أبو سجاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل الطاعات. يتقبل منا ومنكم يا رب. الله يرحم والديك. حبيت أسأل سؤال حول برنامج والتزايد وعلى بالبر والتقوى. نعم، بخصوص حلقة اليوم، محور اليوم له سؤال خارجي. هو سؤال تقريبا متعلق بالحلقة مال اليوم. إن شاء الله، تفضل. من أجمل أعمال البر والتقوى الذي أمرنا الله سبحانه عز وجل بالاستكثار منه شريط توفر الخير وشريط توفر الإخلاص. نعم، إن شاء الله. نلاحظ أنا من متابعين قناة كربلاء، نتشرف أنت مثل شخص رونق، وجميعكم رونق وجميعكم عصمة إن شاء الله للعراق على برامجكم جميل جدا. إن شاء الله نصر الحاج الشعبي. إحنا من زمان نصر الحاج الشعبي، نصر زملائنا بقناة كربلاء. الله يحفظ. أنا بالنسبة لي خادم الإمام حسين إن شاء الله، حج معرف حسين عالم علم يشارك في مهرجان. بس أنا أمنيتي بطولي الحقيقة، من المسؤول في قناة كربلاء؟ نعم، بخروج السيد أبايات. جميل، إحنا هذا لازم ندافع عنه من البر والتقوى، أعمال البر والتقوى إن شاء الله. كان يضيف برنامج جميل جدا يتصل به من كل دول العالم. نعم، أنا كنت أشارك برنامج للذكاء. نعم، احترامي لسيد الأجل الذي يقدم البرنامج. بس نعم، إحنا أرجو من قناة كربلاء والأستاذ مدير قناة كربلاء وسماحة السيد المولى الكبير عبد الملك كربلاء أن يتدخل مباشر بحيث يرجع لنا هذا الشخص. أنا قاعد أبكي صدقيني، يعني اي شخص اشوفه قناة كربلاء يقدم برنامج يعني ارتاح صدري انسرح. ان شاء الله اعيش بعالم. ودي انا ما خادم الحسين من عمري 9 سنوات، انا عمري 45 سنه. ما شاء الله. يعني اخي الكريم، اخي الكريم، اخي الكريم، اخي الكريم، تحياتنا لكم الجميع المشاهدين وجميع الموالين اللي يكونون لسواء المقدم البرنامج. احنا نتمنى يكون ولائكم للحسين عليه السلام مطلق، سواء كان يقدم البرنامج السيد او غيره او غيره من الاشخاص. احنا جميع العاملين في قناة كربلاء الفضائية احنا نخدم الامام الحسين عليه السلام. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يخليكم من أخلاقكم إن شاء الله. نشكر تواصلكم ويانا أخونا الكريم، لكن احنا نحب أنه ننوه إلى أنه اختيار مقدم البرنامج أو غيره من الأشخاص اللي يقدمون برامج من خلال قناة كربلاء الفضائية، أنه الشخص اللي يرتبط المشاهد بالبرنامج يكون ارتباطه بالحسين عليه السلام، يكون ارتباط ولاء لبرامج الحسين عليه السلام، ليس لشخص المقدم نفسه. احنا نتمنى انه الجميع يكون ولائهم لله سبحانه وتعالى ولاهل البيت. شكرا لاتصالكم اخونا الكريم، بارك الله بكم. ايضا لدينا اتصال. الو، الاخ غيث من واسطه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان الخير عليكم ان شاء الله. علينا مبارك ان شاء الله مقدما. الله يحفظكم، الله يخليكم، الله يستر ان شاء الله على الكادر مال قناته. والله قناته انا يوميا اتابعها وبرامجها كل شيقه ويعني ودينيه وناصحه، يعني الله يحفظكم، ناصحه يعني. الله يخليكم، هذا هدفنا من خلال قناه كربلاء الفضائيه. اي والله، هدف الامام الحسين عليه السلام، عليه واخلاق السلام. الامام الحسين واخلاق الامام العباس سلام الله عليهم، عليهم السلام اجمعين. سمعت محور حلقه اليوم، سمعت القصه، يمكن هو انا هذا نفس هذا السؤال يعني نفس انا صاير بي. انا ما اخذت عمي يعني هم مكمله ابتدائي وانا طالب ماجستير يعني ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. زين، هاي التجربه كان اختيارك لبيت عمك لو فرضوها الوقت؟ يعني الحمد لله. يعني تدرين يعني كانت مثلا كنت طالب كليه يعني ومثلا
عمو يعني زميلات وهاي ما اخذ دا مو مثلا بنت عمك انا الوالدي هم وصاني يعني الحمد لله انا والدي عايش الحمد لله وشكرا. الله يعطيه الصحه والعافيه طول العمر. قال مثل ما تقول بنت عمك من حلالك وتعرفك الحمد لله وتعرفك. الحمد لله كان اختيار موفق ان شاء الله. اختيار موفق بس ظل يعني شفت يعني مثلا شفت ما كان بعد ماجستير يعني ان شاء الله وهاي ف يعني ظل هو بعد اختيار الولد يعني رضاه بيها بالبنيه الله يعني مثلا بقصه اليوم هو ما يريد هذه البنيه ما متوافق مع بنت عمه يعني فرض والده عليه، انتم قصتكم ان شاء الله خير وبركه وتعيشون سعاده مع زوجتك لان كان اختيارك انت لهذه الابنه ابنه عمك وان شاء الله تعمرون دنيا واخره سويه، لكن قضيه اليوم هو ما يرضى وما يتوافق ويا بنت عمه لان ينظر الى نفسه انه صاحب شهاده وعنده ميل الى شخصيه زميله توافقه بنفس المستوى العلمي والثقافي. أنت اليوم ويانا ونفس التجربة خضتها لكن اختيارك ماذا تنصح صاحب الموضوع؟ احنا عندنا مجموعة من الحلول ممكن تختار حل من هذه الحلول؟ اسمه يا بقى تشهد رضا العقل، رضا العقل والنفس. نعم اي رضا العقل، إذا هو رأينا كان مثلا أو مثلا والده موصلي مثلا ويظل يعني يعدل مثلا يعدل عن عقله ونفسيته يقدر ياخذ بتعمل، يعني هي بتعمل بعد هي ثمرته منه وبي مثل ما تقولي. طيب انت لاحظت بخصوص زواجك من بنت عمك هناك فروق بالفكريه او ثقافيه او علميه لو الحياه طبيعيه جدا؟ الحياه طبيعيه جدا، البنيه هي انا اخذتها اصغر مني من عمرها شيء طبيعي هاي. نعم فمثل بالحياه قلت لها يا ابا انا احبها هيك واكره هيك واريد هيك ومثلا من عندك يعني مثلا مواضيع مثلا بيني وبين اصدقائي مثلا او شيء يعني نعم. اقول لها تقنع بيها هي يعني شاء الله. كان هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا لاتصالكم اخونا الكريم، بارك الله فيكم. اللهم امين ان شاء الله قضاء حوائجكم يا رب العالمين. شكرا لاتصالكم ان شاء الله يا رب العالمين، ربي يقضي حوائجكم. شكرا لاتصالكم غيث، بارك الله بكم. اذا لازلنا واياكم مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. طبعا حاول الاخ وعد يعاود الاتصال بنا وللاسف ايضا انقطع اتصاله. نرجع على تعليقات الفيسبوك الموجوده على صفحه قناه كربلاء الفضائيه. ايضا هناك يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اختيار المفاتحة الحل الثالث، مصارحة العم بعدم علمه بالاتفاق. وأيضا تعليقات كثيرة بالفيسبوك مثل هذه الوصية يجب السؤال بها إلى شيخ أو علامة أو ممثل مرجعية حتى لا تكون في شك بحياتك القادمة. إن شاء الله إحنا من خلال البرنامج تكون استضافة الشيخ عبد الأمير المنصوري ليتحدث مشكورا بخصوص هذا الموضوع. أيضا هناك من يقول إن الاستسلام للزواج يكون عواقبه وخيمة بقصة اليوم، وظلم للزوج والزوجة وللأطفال في المستقبل، ستكون حياة تعيسة وتدمر فيها أشخاص كثيرين. لما هو ما متوافق مع هذه الشخصية اللي يريد يرتبط بها يبقى بباله هاجس بفكرة أنه يعني هذه ما تناسبني، غير متوافق هو رافضها بداخله بعقله الباطن، كيف ممكن أن يستمر معها؟ أكيد راح تكون عواقب وخيمة. إضافة لذلك هناك الكثير أنه يحاول من يرتبط بشخصية يقول ممكن أغير الطباع أو العادات، هذا الأمل يكون ضعيف، لابد أن تكون دراسة بداية فترة الخطبة أو قبل الإقدام على خطبة هذه الشخصية، يعرف طباعها أنه ممكن هذه الطباع تتوافق معه أو ربما لا، لا يخلي بباله أنه أمل أغير الطباع لأن صعب تغييرها، ربما ما تستجيب الزوجة. لذلك هذه الأمور لابد أن يكون على علم بها قبل الارتباط. طبعا مشاهدينا احنا نتوقف قليلا مع فضيلة الشيخ عبد الأمير المنصوري ليتحدث مشكورا عن حدود الوصية وكيف ممكن هذا الابن البار أن يحافظ على علاقته مع والدته ومع بر والده بعد الوفاة. ابقوا معنا نشاهده سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا في حلقات سابقة حول حقوق الوالدين، وقلنا بأنه في حقوق الوالدين ما يرجع لهما أمران: الإحسان
ومصاحبتهما بالمعروف. أما الإحسان فهو الإنفاق وقضاء حوائج الوالدين إذا كانا محتاجين، ومصاحبتهما بالمعروف وهي حسن الخلق معهما، كما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا بد أن يكون خلق الولد مع أبويه بالرفق والإحسان، وأن لا يسمعهما من الكلمات التي لا يرضى عنها الله تبارك وتعالى سواء قولا أو فعلا. وأما ما يرجع إلى الولد نفسه، أحيانا يتأذى الأبوان من أمر معين، فإن كانت الأذية أو تأذي الوالدين إشفاقا على الولد إذا أراد أن يقوم بفعل معين، فهنا لا بد من إطاعة الوالدين. كأنه إذا أراد أن يسافر إلى سفر ليس ضروريا، أو كان عنده فد عمل معين ليس ضروري ويتأذى الوالدان بذلك، فيحرم عليه هذا العمل. الأمر الثاني أنه أحيانا يكون التأذي لأحيانا سوء خلق الوالدين، كأنه يتأذى الأب من الولد إذا كان يصوم أو إذا كان يصلي، ففي هذا الفرض يحرم طاعتهما، ولكن يبقى مصاحبتهما بالمعروف، ويبقى مكان الأبوة محفوظا، مقام الأم أيضا. أما بخصوص موضوعنا، هذه المشكلة التي طرحت على البرنامج، فقد أوصى الأب أن للولد أن يتزوج بابنة عمه إذا توفي الأب، وإذا لم يتزوج فإن الأب يتأذى بذلك أو الأم تتأذى بذلك. طبعا هذا ليس واجبا على الولد أن ينفذ هذه الوصية، فهذه الوصية لا هي وصية تمليكية ولا هي وصية عهدية، فلا يجب عليه أن ينفذ هذه الوصية طبعا رغبة للوالدين. وإذا أحيانا طبعا بعض الآباء يجبرون أبناءهم على مثل هذه الأمور، وهذا غير صحيح. يعني هو أفرض تزوج من ابنة عمه وهو لا يحبها مثلا، أو لا يستطيع أن ينسجم معها، فإذا هنا ستكون القضية أصعب بكثير مما أنه إذا نفذ وصية الوالدين. فهنا لا بد أيضا للوالدين أن يراعوا هذه الأمور، فأن لا يجبروا الولد على الزواج. نحن طبعا نلاحظ أن هناك عرف عشائري قائم بيننا، وهو أنه لا بد للولد أن يتزوج ابنة عمه مثلا أو ابنة خاله، وهذا طبعا غير جائز أن يجبر، لأنه أحيانا البنت تقبل وهي مجبرة، وأحيانا الولد يقبل وهو مجبر، وتبدأ المشاكل الأسرية والعائلية، وتنعكس على الأولاد إذا أنجبوا أولادا، وربما تنتهي القضية إلى الطلاق، وتكون الحياة من أول لبنة وضعوها في الأسرة هي غير صحيحة. إضافة إلى هذا، أحب أنا أن أنبه على أمر مهم هنا، قضية النهوة العشائرية، وهذا أمر حرام، أن ابن العم أحيانا ينهى عن بنت عمه أن لا تتزوج من غيره حتى إذا كانت رافضة لزواجه، وهذا حرام، وطبعا يحاسب عليه من يقوم بهذا العمل، من يؤيده يحاسب عليه يوم القيامة حسابا عسيرا. كثير من البنات بقين بلا زواج بسبب هذا التصرف، أو ما يسمى بالنهوة. النهوة حرام حرام حرام، فلا تجبر البنت على زوج لا ترغب فيه، لا بد من رضاها. طبعا إذا تدخل الوالدان من باب النصيحة، من باب الإشفاق على الولد، كأنه أحيانا الولد لا يقدر المصلحة، والأبوان يعرفان المصلحة، فلا بأس بذلك. أما أنه أن الولد أن يكون ناضجا، أن يكون مثلا وصل إلى هذا المقام العلمي، حصل على شهادات عليا، وعند تقييم للموضوع وعند تقييم لحياته الأسرية، فلا داعي للأبوين أن يجبر الولد على القيام بمثل هذا العمل. طبعا في هذه القضية نحن ننصح هذا الولد، ونقول له لا بد من مفاتحة العم، بأن هذه القضية غير شرعية أولا، ثم أنه ليس له رغبة بالزواج من ابنة عمه، وحتى لا يكون هناك كراهية أو قطيعة رحم أحيانا. فإذا لا بد لنا من ملاحظة هذه الأمور، لا بد للآباء أن يلاحظوا هذا الأمر، أن لا يجبروا أولادهم، وأن لا يوصون من بعد وفاتهم أن فلان لا بد أن يتزوج من فلانة، فإن هذه الوصية غير نافذة،
والولد هو حر في زواج من يرغب منها. ونسأل الله عز وجل أن يلتفت الآباء إلى مثل هذه المشاكل حتى تعيش أسرنا بسعادة ويعيش أولادنا بحياة زوجية ينعمون بها بالراحة والاطمئنان. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحمكم جميعا. عدنا إليكم مشاهدين الكرام محبي أهل البيت في كل مكان بعد حديث فضيلة الشيخ عبد الأمير المنصوري بخصوص حلقة اليوم. أكيد كانت واضحة أمامكم مشاهدينا قضية ارتباط هذا الشخص بالزواج من بنت عمه. وضح فضيلة الشيخ أنه الأمور اللي ممكن أنه تؤدي إلى عقوق الوالدين نهى عنها فضيلة الشيخ خلال الحديث، أنه أي أمر سواء كان أنه السفر، ركز على السفر، إذا كان بيأذي على الوالد والوالدة لا يجوز للأبناء السفر لأن يعتبر هذا عقوق. لكن قضية اختيار شريك الحياة إنها قضية خاصة بنفس الشخص الذي يريد الزواج والارتباط، يعني هذا الشاب إلى الحق. إضافة لذلك أنه قضية الوصية ما كانت وصية من قبل الوالد هي تكون تمليكية أو تكون حسب عهد معين إنه بخصوص الأملاك، لكنها كانت لا تمليكية ولا عهدية، لكنها كانت مجرد إنه اتفاق بالزواج، وهو غير ملزم هذا الشاب بالالتزام بهذا الاتفاق حول اختيار شريكة الحياة. إضافة لذلك إنه حالة إنه الوالد متوفي، حتى وإن كان الوالد طيب على قيد الحياة إلى حق الابن أو اختيار شريكة الحياة اللي يجدها مناسبة له، ممكن للأب والأم إنه بهدف الإرشاد نصيحة لابنهم ممكن يوجهوا يرشدوا يبينوا له أنه سلبيات أو الإيجابيات للشخصية اللي يختارها، هذا ممكن، لكن فرض ليس لهم الحق في الفرض على ابنهم. إضافة لذلك إحنا حتى خلال الاتصالات كان حديث أنه عن النهوة، وتفضل فضيلة الشيخ وتحدث خصوص النهوة بأسلوب جدا راقي ورائع، بيّن أنه إلها الحق هذه الإبنة إذا كانت هناك نهوة. القضية اللي موجودة عشائريا للأسف هي مو كلش منتشرة، لكن البعض عنده، نلاحظ أنه يلزمون البنت بقضية النهوة. النهوة لا يجوز شرعا، وقال الشيخ أنه حرام هذا الأمر، إلها الحق أنه توافق أو ترفض الشخص اللي يتقدم لها، ليس له حق أن يفرض عليها شخص. طبعا نعود لكم مشاهدينا ونحاول أنه نقرأ لكم الحلقة من خلال صفحة قناة كربلاء الفضائية على الفيسبوك والتعليقات الموجودة أيضا، حيث يقول صاحب الموضوع: أكملت دراستي الجامعية وتوفقت بإكمال الدكتوراه ولي وظيفة محترمة، فحبي الكبير لوالدي وتشجيعه دفعني لإكمال الدراسة. توفي والدي قبل 3 سنوات وتكفلت أنا بالعائلة وأصبحت مسؤولا عنها. بعد وفاته فاتحتني والدتي بموضوع زواجي، فرحت بذلك كوني أود الارتباط بزميلة لي في مجال عملي بما يوازي مستواي العلمي، لكني تفاجأت بقول أمي إنه أوصى بزواجي من ابنة عمي وإن والدي متفق مع عمي بهذا الأمر. صدمت بهذا، فهي ذات شهادة ابتدائية ولا تستطيع تفهمي، أريد شخصية توازي تفكيري. دافعت عن فكرتي لكن والدتي تقول إنها وصيته ولا بد من تنفيذها، وخصوصا أنه الأب، وبرفضي سأكون عاقا لوالدي بعد موته، إضافة إلى الإحراجات مع عمي. لا أستطيع تصديق ذلك، كيف يجبرني على اختيارها؟ أنا لا أحبها كزوجة، أحبها كأخت لي ليس أكثر. لو أوصاني بعدم الزواج لالتزمت بذلك، ولا يجبرني على هذا الزواج. أنا محتار، لا أريد ظلم ابنة عمي ولا أريد أن أظلم نفسي ولا الدخول في عقوق والدي بعد موته برفض وصيته، ماذا أفعل؟ ساعدوني. طبعا مشاهدينا أمامكم حلول مقترحة. الحل الأول رفض الزواج منها، الحل الأول رفض الزواج منها، الحل الثاني الموافقة على الزواج منها، الحل الثالث مصارحة العم بعدم علمه بالاتفاق. مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ومثل ما تلاحظون أنه الشاب صاحب الموضوع هناك تساؤل، هل سيدخل في عقوق والده إذا رفض الارتباط بهذه الفتاة بابنة عمه؟ أكيد كان الجواب صريح وواضح من فضيلة الشيخ أنه ما يدخل بعقوق والده إذا ما التزم بهذا الزواج. وأضاف لذلك
كذلك ممكن انه يشير للوالده، وممكن تكون الوالده ان شاء الله تشاهد الحلقه وتحاول انه تفهم انه قضيه الوصيه، انه وصيه تكون بالاملاك ممكن، لكن قضيه اختيار شريك الحياه اذا كان طيب الوالد او كان متوفي ليس له الحق انه يتدخل ويفرض شيء، انما يكون بهدف النصيحه الارشاد. ممكن الاب والام يجتمعون مع ابنائهم مع ابنهم اللي مقبل على الزواج، يتفاهمون حول نقاط اساسيه اذا كانوا معترضين على الشخصيه اللي يختارها. إضافة إلى ذلك مشاهدينا، نلاحظ أنه لديه رغبة، هو وصل تعليم عالي ما شاء الله، دكتوراه، وظيفة محترمة، إلى رغبة بشخصية أنه تكافئة، شخصية شابهة بالمجال، شخصية أنه لها حسب ما يراه صاحب الموضوع أنه توازي مستواه الفكري، ممكن أنه تتوافق معه. لما هو يشوف هذه الشخصية تصلح له، هو حق الاختيار إلى أن يعيش معها هذه السنوات القادمة إن شاء الله. هذا حق الشرعي، ما ممكن احنا نفرض عليه، واذا فرض عليه انه اي شخصيه يبقى في باله انه هو ما توفق باختيار الشخصيه اللي كان راغب بها، اضافه لذلك انه تبعات ظلمه لنفسه او ظلمه للشخصيه اللي يعيش معها، اذا حاول يحافظ عليها انه امانه الله امام الله سبحانه وتعالى نفسه وامام الاهل، لكن هو بداخله راح يكون يعيش مظلوم ظالم لنفسه لانه ما اختار شريكه الحياه اللي يرغبها. لذلك هذه الحدود وهذه المضايقات اللي نلاحظ من بعض الآباء والأمهات يفرضون على أبنائهم، النتيجة تكون سلبية وحتى أنه مستقبلا يتهدم العش الزوجي. لدينا اتصال مشاهدينا، الأخ أبو فاطمة من محافظة كربلاء المقدسة، تفضل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل طاعتكم وطاعة المسلمين جميعا في كل أنحاء الأرض، ويحفظكم إن شاء الله العودة على الجميع يا ربي بالأمن والأمان والنصر، عودة شهر رمضان بحق محمد وآل محمد وتحرير العراق إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله النصر والظفر. الله يسلمكم. حقيقة هذا الموضوع يعني مع الأسف لاحظ يعني ماكو علاج له، وموجود ما له علاقة بالأرياف أو بالعشائر، لأن لاحظته بأكثر من مكان. هذا السبب أختي، يعني بعض الناس مع الأسف يتخوف أنه خاف يجي واحد غريب يتزوج بتعمه، وانه نعم. تروح من عنده الارض او الارث او الممتلكات او الاشياء الماديه او الامتيازات الموجوده او مناسبه تروح الغريبه، القصد تروح الغريبه. بلي بلي بالضبط، يعني شلون يعتبرون خيرهم الهم ما يعطون خيرهم لغيرهم، وهذا نعم. شيء خطا، لان هذا حقيقه قله ايمان وبعد عن الله عز وجل. الله نعم. عز وجل رزاق، الله عز وجل سبحانه. يعني مع الاسف بعض الناس حقيقه، ومع الاسف موجوده النساء الان، موجوده نساء بلغ عمرها حتى 60 سنه وما تزوجت، نعم. ما ينطونها للغريب ابدا، وما نريد نذكر اسماء حتى ما نجاب اشكالات. حالات صحيح موجوده، يعني هاي المشكله حقيقه مشكله انا اعتبرها قله ايمان وبعد عن الله عز وجل. تعصب، تبقى قاعده بالبيت بسبب نعم. هكذا تصرفات وهكذا اتفاقات، وهاي طبعا مثل ما تفضل جناب الشيخ حقيقه اتفاقات باطله ما لها وجود. صحيح. يعني احنا اختي المرحله اللي عاشها العراق حقيقه كانت عندنا بالاربعينات وبالخمسينات وبالستينات وبالسبعينات، كانت عندنا كثره رجال قله نساء، لكن المرحله اللي نعيشها الثمانينات التسعينات هذه المرحله الان الالفينات حقيقه كثره نساء وقله رجال. نعم. لازم تتعالج هذه الحاله، لازم تتعالج هذه الحاله وغيرها. زين الاخ برسالته انه اخ دكتوراه، ليش يرتبط ببنيه يعني ما يرغب بيها، وقد هي ما ترغب به، ما يفهمها او ما تفهمه، فهذه اصلا يعني وحتى وصيه الوالد ارتباط من البدايه خاطئ، ما طول هو رافضها من البدايه خاطئ. نعم. هذا انا اقول لك جزء ما يطول لها 10 ايام ويطلقها، يعني نعم. ما له رغبه بها اساسا، ما له رغبه، مثل ما لا واحد ياكل له اكله ما له رغبه بها. نعم. اذا اختياركم اي حل من الحلول الموجوده؟ عده ثلاث حلول. الاختيار الثالث انه يصارح عمه ولا يحاول يرتبط هكذا ارتباط، ونتمنى يا رب من الاباء ان يحافظون على ابنائهم، لا يوم القيامه هذا الابن يحاسب والده ليش هالشكل نعم. يربط رقبته بوصيه ما لها وجود، بوصيه بعيده عن الله. هي اصلا وصيه غير صحيحه، هي مو وصيه. نعم نعم، لازم الاباء انه مثل ما يفكر بنفسه، مثل ما عاش حياته حر كريم، يفكر بابنائه يعيشون حياتهم حره كريمه ان شاء الله. وما شاء الله ما اكثر النساء اليوم، وما اكثر ما شاء الله الثقافه، وما اكثر الاعلام، ليش مع الاسف هالانغلاق وهالزواج تحت الوصايا الصعبه. جزاكم الله خير. شكرا لاتصالكم اخ ابو فاطمه، بارك الله بكم، حاول انه يساعد صاحب الموضوع باختيار الحل الافضل، وكان اختياره للحل الثالث. طبعا مشاهدينا شرفنا على ختام الحلقه، وصلنا الى النسب اللي نستعرضها امامكم. بالنسبه للحل الاول رفض الزواج منها كانت النسبه 34%، اما بالنسبه للحل الثاني الموافقه على الزواج منها كانت 1%، اما
أما بالنسبة للحل الثالث مصارحة العم بعدم علمه بالاتفاق، كانت النسبة 65%. احنا نتمنى من خلال الحلقة انه صاحب الموضوع يحاول انه ما يتصادم مع والدته، يبتعد عن المصادمة، يجد اسلوب حكيم بالتفاهم معها حتى ما يدخل بعقوق الوالدة، ويبينها انه هذا ليس عقوق للوالد اذا اعترض على هذا الطلب من قبل الوالد انه يفرض عليه بنت عمه حياته مصيرية، وممكن يختار التي يرغب بها. شكرا لتواصلكم مشاهدينا، نشكر جميع المشاهدين والمحبين، وإن شاء الله نلتقيكم بحلقة قادمة وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى. أجمل الأمنيات مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.